اقتحام قاعة العرض بباتاكلون لا زالت متواصلة لتحرير حوالي 100 رهينة متواجدة في هذا الصالة أو في هذه الصالة. مشاهدينا، إذن الرئيس الفرنسي كان متواجدا في ملعب ستاد دو فرانس يشاهد مباراة المنتخب الألماني والمنتخب الفرنسي، وتم إخراجه بسرعة بعد سماع دوي انفجارين، الأول في الدقيقة 16 من المباراة والثاني بعد 3 دقائق مباشرة في الدقيقة 19. تصوروا مشاهدينا، الانفجار سمع داخل الملعب بصوت قوي، والملعب يحوي 60,000 شخص مع أهازيج وأغاني لمنتخباتهم. إذن انفجارات قوية هزت العاصمة الفرنسية. وكالة أسوشيتد بريس تحدثت عن عدد كبير من القتلى والرهائن وكذلك عشرات الجرحى. الرئيس الفرنسي سارع إلى تأسيس خلية أزمة، ثم أعلن في مؤتمر صحفي قبل قليل أو في كلمة مقتضبة عن حالة الطوارئ، إعلان حالة الطوارئ في كل الأرجاء الفرنسية، غلق الحدود مع كل الدول تجنبا لهجمات إرهابية أخرى، وكذلك ملازمة الفرنسيين لبيوتهم وتدخل الجيش. ملعب ستاد دو فرانس لا زال مشاهدينا يحوي الكثير من المناصرين التائهين المرعوبين بسبب منعهم من الخروج خوفا من اعتداءات إرهابية أخرى. مشاهدينا، حالة الطوارئ، الحركة ممنوعة، حظر تجول في الأفق إلا في الحالات القصوى. ردود فعل من أغلب العواصم الغربية، أوباما وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دول عربية أيضا سارعت إلى التنديد بهذا الاعتداء، الأمين العام للأمم المتحدة وكذا الدول العربية الأخرى التي أدانت هذا الاعتداء، والبنتاغون الأمريكي يراقب ويتابع عن كثب ما يحدث في باريس، وأمريكا ستساعد فرنسا حسب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في محنتها وفيما تعرضت له. سماع مشاهدينا 5 انفجارات في محيط قاعة باتاكلون التي تحتضن فيها أو التي يحتجز فيها 100 رهينة. مشاهدينا، الشرطة الفرنسية بدأت قبل قليل الهجوم على هذه القاعة ربما لتحرير الرهائن المتواجدين هناك، وكذلك شبكة القطارات في باريس أعلنت أو شبكة النقل أعلنت عن توقيف لجزء كبير من قطارات ومترو باريس خوفا ربما من هروب المجرمين عبر هذه الشبكات. هجمات إرهابية غير مسبوقة تعيشها العاصمة الفرنسية باريس تعود بأذهاننا إلى هجمات شارلي إبدو، ولكن هذه المرة أقصى وأكبر وأضخم بسبب الأضرار التي الناجمة عن هذه الهجمات وأماكنها الحساسة وتوقيتها المتزامن مع نهاية الأسبوع، أين يتواجد الفرنسيون بكثرة في الشوارع والساحات العمومية وحتى لمشاهدة مباراة كرة القدم. بعض المحللين الفرنسيين السياسيين تحدثوا عن ربما عن كان الهجوم كان سيستهدف 60,000 فرنسي أو المشجع المتواجد فرنسي وألماني متواجدين بالملعب. مشاهدينا، نذكركم دون أن ننسى بأنه اليوم صباحا تم إنذار المنتخب الألماني بوجود قنبلة في الفندق الذي يقيم فيه بباريس، وتم إخراج لاعبي المنتخب الألماني ونجومه من الملعب خوفا من بعد إنذار بوجود قنبلة. ربما كان إنذارا كاذبا، ولكن في المساء القنبلة أو الانفجارات قرب نعم صور هذه صور القنبلة، صور القنبلة التي إنذار بوجود قنبلة في لحظة إجلاء المنتخب الألماني من فندق في العاصمة الفرنسية باريس الذي كان يقيم فيه قبل مباراة هذه السهرة. نعم مشاهدينا، هذه الصور للفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب الألماني والذي بعده تم إجلاؤه من ذلك الفندق بعد إنذار بوجود قنبلة. القنبلة أو الانفجارات تلاحق المنتخب الألماني وتنفجر بالقرب من ملعب ستاد دو فرانس، وحتى الرئيس الفرنسي كان قاب قوسين أو أدنى من هذه الانفجارات. سي سفيان بن دوينة، فرنسا نستطيع أن نقول بنهاية أسبوع أسود، ربما الغرب يتطيرون من اليوم 13 أو كما يقال فوندرودي 13
اليوم نهاية أسبوع سوداء مشؤومة على الفرنسيين. ألا ترى بأنه اليوم يجب على كل العالم أن لا يوجه سهام الإرهاب إلى المسلمين فقط، بل فقط عليهم الجلوس إلى طاولة واحدة والحديث عن كيفية تغيير هذا الفكر التطرفي من البداية حتى لا يؤدي في النهاية إلى ربما الإرهاب؟ نعم أخي ياسر، هذا ما يجب على يعني يجب على العالم الآن، لأن الإرهاب يمس الكرة الأرضية كلية، يعني يمس كل شبر من هذه الكرة الأرضية. يعني لابد الآن على كل رؤساء العالم أن يجتمعوا ويقررون كيف يستطيعون أن يحاربون هذه الآفة التي تمس يعني هذا القرن. يعني لا توجد أي منطقة فيها أمن الآن. يعني باريس كما قلت أخ ياسر، بلد الجن والملائكة، أصبحت الآن بلد الخوف والموت. يعني كما قلت فوندوزي 13 اليوم حقيقي، يعني مثل أفلام الخوف. يعني لما نقولوا فوندوزي 13 اليوم، فوندوزي 13 حقيقي في باريس، يعني قتلى وجرحى وخوف. و يعني ما حدث اليوم، يعني اليوم أخي ياسر يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة يعني كل الناس تخرج، يعني تذهب إلى المقاهي وتذهب إلى الملاهي، يعني ليزادوليسون كل نعم، الطلبة من كل يخرجون. الأطياف. نعم نعم و يعني ما فيش مواصلات. يعني هاد الناس كيف كانت تصرفاتهم اليوم في باريس؟ يعني كما قلت، يعني محطات القطار لي مترو لي اروير أغلقت، يعني الحركة لا تستطيع أن تتحرك في باريس. يعني نعم، باريس عذرا على المقاطعة سفيان بن نعم دوينة، لأنه الخبر أو الأولوية للحدث. مشاهدينا، آخر الأخبار تشير إلى انتهاء عملية تحرير الرهائن من قاعة العرض في قاعة عرض باتاكلون في الدائرة العاشرة. الشرطة الفرنسية قتلت إرهابيين من هذه أو في هذه القاعة. الإرهابيين كانا يحتجزان حوالي 100 رهينة. تغريدات المحتجزين في مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية قتلهم من طرف الإرهابيين سارعت أو جعلت الشرطة الفرنسية تسارع لتحرير الرهائن. إذن مشاهدينا، عملية تحرير الرهائن في باتاكلون انتهت في هذه اللحظة. تم تحرير حوالي 100 رهينة، وتم قتل إرهابيين من طرف الشرطة الفرنسية. الحصيلة النهائية سنوافيكم بها في هذه الأثناء. إذن سفيان، أنت معي. تسارع في الأحداث، عملية اقتحام، سماع دوي انفجارات في محيط القاعة، ثم هجوم وتحرير الرهائن. ربما هي فعالية جديدة للأجهزة الأمنية الفرنسية، وعدم تكرار للأخطاء في الحادث الماضي المتعلق بشارلي إبدو. نعم، أنا أشاهد الآن كذلك الصور مباشرة، يعني نشوف فيه جرحى كثير يتم نقلهم في في سيارات الإسعاف. نعم، إسعاف. يعني العملية نقول أنها كانت سريعة، يعني أنا كان رد فعل القوات الأمنية كان سريع جدا. ولا ننسى بأن يعني منذ يومين يعني كان رئيس وزير الداخلية قد هنأ يعني قوات الأمن لأنهم استطاعوا أن منع عملية إرهابية في مدينة تولون من شاب كان يريد أن يقتحم يعني سكنة عسكرية. نعم، ويومين بعد يعني تحدث هذه الفاجعة اليوم. يعني إذا نشوفوا بأن العملية كانت جد احترافية. يعني أخ ياسر، لو تشوف خريطة باريس تشوف بأن العملية لما بدأت في ستاد دو فرانس وانتهت في باتاكلو هي على يعني إنسان ليني، يعني خط واحد، يعني شيء نعم خط واحد، يعني بدأت من ستاد دو فرانس وانتهت في باتاكلون، يعني في شارع واحد، يعني نستطيع ان جراند بولفار. نعم، يعني الذين قاموا بالعملية يعني كانوا على متن يعني السيارات، ويعني يعني كانوا مدربين على هذه العملية بشكل دقيق. نعم دقيق جدا. يعني كانت المدرسة نشاهد بأن في الخريطة هي موجودة على خط واحد وتنتهي بالقرب
من يعني ولكن العاملين في الشارع سفيان، عنده. ربما السؤال الذي يطرحه كل الفرنسيين اليوم، نعم السؤال الذي يطرحه كل الفرنسيين اليوم، أي فرنسي تتكلم معه الآن يقول لك هذو مسلحين، الرئيس الفرنسي متواجد في ملعب، كيف دخلوا إلى هذا المكان في قلب العاصمة؟ كيف نفذوا هذه الهجمات بدون أي ربما العاصمة الفرنسية باريس معروفة بكاميرات مراقبة في كل الأماكن، يعني هذا هو السؤال المطروح الآن. يعني هنا نجم، لذلك قلت لك بان منذ يومين يعني وزير الداخليه هنأ يعني قوات الامن، زعما قال بان قوات الامن الفرنسيه هي دائما دائما يعني اون افونس على العمليات الارهابيه، يعني قامت بفشل في عده عمليات ارهابيه كانت مجموعات تريد ان تقوم بها هنا في باريس. نعم واليوم يعني اليوم ماذا نستطيع ان نقول؟ هل هو فشل قوات الامن في تأمين عاصمة فرنسا باريس التي ستحتضن يعني اجتماع الكوب 21 الذي يكون فيه باراك أوباما ورئيسة أنجيلا ميركل رئيسة ألمانيا وكل دول العالم؟ نعم، ربما يكون هناك إعادة نظر في هذه القمة. طيب هدى فتوان من باريس، ربما ما يحدث الآن، لو نعم هدى فتوان سأعود إليك لأخذ ربما ما يعيشه الفرنسيين الآن في هذه اللحظات، وما يدور في ما يقوله الساسة وكذلك المحللون حول هذه الحادثة، عفوا مشاهدينا. إذن هجوم باريسي، هجوم في باريس على هجوم للشرطة أو عملية تحرير رهائن للشرطة في باتاكلو التي تحوي أو تحتضن 100 متفرج على حفل روك، تحولوا إلى 100 رهينة بين عشية وضحاها من طرف إرهابيين. الشرطة الفرنسية نجحت في تحريرهم قبل قليل وقتلت إرهابيين اثنين في هذه القاعة أو في هذه العملية، تم تمشيط القاعة ومحيطها وكل الحي الذي تتواجد في هذه القاعة. إذن هناك بعض الضحايا أو المصابون في هذه العملية، عملية تحرير الرهائن، تمت بنجاح وتم قتل إرهابيين في قاعة باتاكلو مشاهدينا. ولكن التفجيرات التي حدثت في الملهى ومطعم لم يتم التأكد من مصدرها أو منفذها، هل هو هجوم انتحاري أو هجوم بقنابل ولاذ الإرهابيون بالفرار. الجالية الجزائرية المقيمة في الدائرة 11 بكثرة لم يتم التأكد لحد اللحظة من تعرض أحد أفراد الجالية الجزائرية لأي اعتداء. مشاهدين قناة النهار مفتوحة لكل الأهالي، لكل المواطنين، للاتصال أو للاطمئنان حول أهاليهم، أقاربهم، إخوتهم، أشقائهم وكل أصدقائهم أو عائلاتهم في المهجر. سنحاول أن نوافيكم بكل الأخبار لكل أقاربكم أو كل أهاليكم في المهجر، وسنطمئنكم على حالتهم في هذه التغطية المباشرة عبر الإخبارية الأولى في الجزائر. لا بأس بأن أذكركم بأن البنتاغون الأمريكي يراقب أو يتابع الحالة في باريس عن كثب. الرئيس الأمريكي قال بأنه يجب على كل دول العالم الوقوف إلى جنب فرنسا. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن حالة طوارئ وأغلق كل الحدود، ودعا إلى تكثيف الجهود من طرف قوات الأمن، استدعى الجيش وكل الأجهزة الأمنية المتاحة، يعني كل القوات المتاحة استدعاها لتأمين العاصمة الفرنسية باريس وكل الأماكن في فرنسا. حالة استنفار قصوى، آخر الأخبار تشير إلى انتهاء عملية تحرير الرهائن في باتاكلون وتحرير 100 رهينة وبعض الضحايا ربما المصابين بجروح. تم قتل إرهابيين في القاعة بعد اقتحام الشرطة الفرنسية بسرعة لهذه القاعة. بعض التغريدات من التويتر من فرنسيين شهود عيان غردوا في اللحظة عن أمور أو عن ما شاهدوه أمام أعينهم. فرنسية غردت بأنها رأت شخصا مسلحا يمشي يعني على قدميه وليس راكبا في السيارة، بدأ بإطلاق النار. إذن هو حسب شاهد عيان هو إطلاق نار وليس تفجير، هذا إطلاق نار نعم في إحدى الضواحي. هذه تغريدة لفرنسية
قالت بأن شخص قدم مسلحا على قدميه وقام بإطلاق نار. نعم، هذه هي التغريدة. إذن هناك إطلاق نار، ربما هناك انفجار آخر، لا أدري ما هي أخبار المتفرجين في ملعب ستاد دو فرانس. هنا مشاهدينا نترككم مع هذا الفيديو، تستمعون إلى سماع، تستمعون إلى صوت دوي الانفجار، فلنستمع.